اللي بتكون محشيه بالقشطه. فقلنا لازم بقى نعملها النهارده ان شاء الله. وانا كمان مش ناسيه كمان في البرك التركي انطلبت مني كمان والله ما ناسياها، بس احيانا واحد بيضطر ياجل شويه وصفات، وباذن الله قريبا. ومدام ناهد ليها كمان طلبات كمان في الحسبان ان شاء الله، وانتم كمان بتبعتوا لي على الفيس كمان طلباتكم ان شاء الله هتتعمل كلها. ناخد مع بعض مقادير البسبوسه المحشيه. طبعا ليه قلت المحشيه؟ عشان ممكن نحشيها قشطه وممكن نحشيها حاجات تانية كمان. عندي المقادير 3 كوبايات من السميد الناعم متوفر عادي في السوق 600 جرام، وعندي 2 كوب من السكر 180 جرام، عندي كوبايه زبادي، وعندي ربع كوبايه حليب. انا حاطه بالكوب وحاطه بالجرامات، محدش يزعل ويقول لي مش عايز جرامات عايز كوب، الاثنين موجودين. ده اختياري. ربع كوباية شربات كراميل ده اختياري، مش عندك او مش عايزة تعمليه حطي مكانه ربع كوباية حليب تانية، فهيكون عندك المجمل نص كوباية حليب. انا هقولكم بحطه ليه. وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص كوباية سمنة، وعندي كده خلصت مقادير البسبوسة. طيب انا عايزة اقول على حشوة القشطة عشان كمان ممكن نشتغل فيها، وبعدين نبقى نقول في الاخر ممكن الشربات. شايفين ايه؟ نقول كمان حشوة القشطة اهي. عندي كوباية وربع من الحليب، وعندي معلقتين كبار ونص من الكورن فلور النشا، وعندي 200 جرام من القشطة البلدي، او ممكن تستبدليها بالقشطة اللي بتكون معلبة في التلاجات او اللي برة، القشطة دي اللي بتكون بعلب معدنية، ومعلقة كبيرة من السكر. الحشوة التانية ممكن تعملي حشوة شوكولا، وممكن اي حشوة كمان تخطر في بالك ممكن تعمليها. بس انا كغفران يعني من ناحيتي انا ميالة اكتر لحشوة القشطة، بحبها جدا. بس انا عارفه ان دلوقتي طالعه موضه. يلا نقول الشربات. ماشي، الشربات بتاعنا ولا هو تقيل كتير ولا هو خفيف، هو نص يعني ما بين الاثنين. هو كوبايتين ميه على ثلاث كوبايات سكر، وعليهم معلقه كبيره مليانه من السمنه، وربع معلقه صغيره ملح الليمون، او هتحطي معلقه كبيره ونص عصير ليمون طبيعي عشان بس ما يسكرش معاكي. طيب اول حاجه هنعملها، انا هاخد عندي السميد اهو زي ما انتم شايفين، وهقوم عامله ايه؟ هقوم حطاله السمنه. السمنه تكون سخنه سايحه، مش سخنه مولعه، عشان انا لسه هفرك بيها بايدي السميد. فانا هحط بس على السميد البيكنج باودر واقلبهم كده مع بعض، وبعد ما احطهم كده مع بعض تقليبه هقوم نازله بالسمنه. حلو. بس انا هعمل حاجه، انا دلوقتي هقوم فاركه السميد بالسمنه، يعني عمليه البس هبسه، وبعدين هبدا اشتغل معاكم بالقشطه. ليه؟ عشان انا مش عايزه اخلص عجين البسبوسه وتكون الحشوه بتاعتي مش جاهزه. انا عايزه لما اكون بعمل عجين البسبوسه اللي مش بياخد غير 3 دقائق تحضير، تكون الحشوه عندي كمان جاهزه، بحيث اني فورا امد العجين بتاعي واقوم عامله ايه؟ مجهزاهم في الصينيه. عشان اللي بيحصل ان انت لما بتحطي كل المكونات على السميد اللي هو الزبادي والحليب، والمثلا انا حاطه صوص كراميل هقول لكم ليه حطاه ده، اللي بيحصل انه السميد بيبدا بيشرب السوائل وبيتنفخ، فلما بتتاخري عليه بالمد في الصينيه بيبقى مده اصعب. فانا لذلك عايزه اخلص الحشوه بتاعتي، بصوا انا هقلع الجلافز دلوقتي وابدا اعمل معاكم حشوه ايه؟ حشوة القشطة عندي. طيب نعمل مع بعض حشوة القشطة. كل اللي هنعمله هناخد عندي في حلة، هقوم دلوقتي مدوبة النشا مع الحليب. طبعا احنا عارفين ان لازم عملية التدويب دي تكون ايه؟ على هقول لكم على البارد، علشان النشا بيكلكع لو نزل على حاجة سخنة. فبناخد كمية صغيرة كده من الحليب، ودايما دوبي كمية صغيرة، ما تنزليش بالنشا على كل اللبن بيكلكع منك. فأهو طيب دلوقتي أنا عندي إيه؟ عندي النشا. بحاول كده، بحاول دلوقتي بس أدوبه. عندي زي ما أنتوا شايفين النشا يدوب تماما خلاص، لما بلاقيه ده تمام بقوم نازله عليه بباقي كميه اللبن. خلينا نروح مع بعض على النار اهو فورا كده. عندي على نار عاليه هفضل اقلب في النشا مع اللبن عندي. طبعا المفروض يتقل عندي المزيج ويبقى قوامه تقيل. طيب في الوقت ده وانا عماله بقلب، انا ممكن اعمل حاجه هنا في البسبوسه عشان ايه نكون مع بعض شغالين. هاخد السكر عندي ده من الحاجات الناشفة، فلو ضفته على السميد اللي اتبس بالسمنة مفيش مشاكل، هخلص منه واحطه دلوقتي. اوكي، وانا عمالة بقلب في المزيج بتاع
الحليب مع النشا حدي كده بس تقليبة، وبإيدك عادي يعني بإيدك أو كده بمعلقة بس. قلبنا السكر مع خلاص السكر، يعني بقى عندي هنا سميد وبيكنج باودر وسكر وبسين. كنا السميد اللي اتخلط ببيكنج باودر بسيناه بالسمنة. فاضل ايه؟ فاضل بس السوائل. طيب انا ليه بقى حاطه كراميل؟ ليه حاطه كراميل؟ والكراميل ده عاملاه ازاي؟ الكراميل ده كراميل عادي جدا، اخدت كوبايه سكر على النار خليتها تتحرق تتكرمل لغايه ما تبقى بلون الكراميل، ونزلت عليها بعدين بكوبايه من الميه السخنه المغليه. بس ابعدي ايدك، يعني اول ما هتنزلي بميه مغليه فوق الكراميل لازم تبعدي ايدك فورا، يعني تكوني ماسكه كده عصايه او معلقه بايد خشب طويله، عشان هيطلع كميه كبيره من البخار فده ممكن يحرق. ايه؟ ايوه والله صح يا رانيا. بس دي مش عارفه عايده يا رانيا، مش عارفه عايده، انت لازم تقوليها دي. طيب طبعا احنا ايه، زي ما انتم شايفين انا بس بقلب في اللبن لغايه ما يتقل، وبرجع بقول لكم الكراميل ده عباره عن سكر على النار اتكرمل. مثلا حطيتي نص كوبايه سكر، حطي عليها نص كوبايه ميه مغليه، عملتي ربع كوبايه سكر ربع كوبايه، بس يعني ده ما اعملي كميه كبيره، يعني اعملي كوبايه سكر وخلصي وخزنيها عندك، دي بتقعد عندك زي الشربات. اخدت منها بس كده ربع كوبايه بعد ما سقع هاخده. طب انا حطيته ليه ده على البسبوسه؟ البسبوسه لما بعملها محشيه اللي بيحصل انها بتكون طبقتين والحشوه في النص، فبنحس لما وخاصه يعني لما بتكون بالقشطه لما بنقطع بنحسها لونها فاتح جدا، وفي ناس بيحبوا يلاقوا من جوه السميد مسمر شويه ما يكونش لونه ابيض، فانت كده بتلوني السميد بلون الكراميل، وكطعم هو مش بيعمل اي حاجه خالص، بيفضل طعمها زي ما هو، بس ضفتي شويه لون للسميد بحيث لما تقطعيها ما تحسيهاش لونها ابيض. ما فيش مشاكل. طيب دلوقتي انا ايه عماله بقلب، اول بس ما يربط معايا هو خلاص قرب، طالما ايه بيغلي فلازم ابدا احسه ايه بيتقل. هو انا مستغربه هو ليه مش بيتقل؟ لا هو كأني بدأ يتقل. طبعا هو نشا وانا حاطه نشا كتير، حاطه معلقتين كبار. ايوه اهو خلاص، انا قلت ده ماله اهو بدأ يتقل عندي. اول ما بدأ يتقل كده هقوم عامله ايه دلوقتي؟ هبعده عن النار بس خليه يتقل هيك سنه كمان، هبعده عن النار واقوم ضايفه عليه القشطه البلدي والسكر. السكر ده اختياري، هي معلقه بحط معلقه سكر مش اكتر اهو. هبعده بقى خلاص، نبعده عن النار خالص، ناخده كده. طبعا عايزه تستعملي دي السكر، عايزه تستعملي القشطه المعلبه مفيش مشاكل، دي القشطه البلدي اللي بتكون من وش اللبن، فهنضيفها ونديها تقليبه بسرعه علشان تسيح وتندمج مع القشطه عندي او النشا واللبن. معانا تليفون من مين؟ من رحمه. الو يا رحمه. صباح الخير يا حبيبتي يا غفران. يا حبيبتي من زمان. صباح النور حبيبتي، ازيك يا رحمه، ايه اخبارك؟ عامله ايه يا روحي؟ ازيك؟ الحمد لله كله بخير، انت اخبارك؟ قمر، كل ما بتقعدي معانا في اي قناه قمر كده ومنوره في كل حبيبتي حتة. حبيبتي والله انتوا اللي منورين دائما والله. ربنا يسعدك بروحك الحلوه الجميله كده، وبصبح على كل اسره البرنامج اللي عندك، الناس اللذاذ الامراء. الله يخليكي، الله يخليكي يا رب. يا ربي الله يخليكي. اسالك بتعملي ايه عشان انا لسه فاتحه؟ عملت النهارده او بعمل لسه معاكم، بعمل بسبوسه محشيه، هنعمل محشيه بالقشطه وهنعمل المحشيه بالشوكولا لو انت عايزاها بالشوكولا. هعملها خلاص وانا مستنيه رايك فيها. اوكي انا هستنى للاخر وهعملها. خلاص حبيبتي لغايه ما تخلصيها. يعني كده لبن ونشا؟ لبن ونشا وشويه قشطه بلدي من عند اللبان بس. ايه احنا عايزين بس نتقلها شويه بعد ما دابت القشطه، هتقلها شويه. هو المفروض عاده تكون تقيله بس ممكن يكون النشا كان عايز يزيد شويه صغيره، خلي المعالق النشا خليهم مليانين، هي كده خلاص. طيب انا عايزه اقول كمان حاجه، انه عاده اصلا الـ القشطه دي لما تسيبيها تهدى شويه بتتقل، فاحنا دلوقتي بتقدري انك تصبيها على وش البسبوسه، وبعد ما تتصب لازم تسيبيها شويه صغيره تهدى حتى تقدري تحطي الطبقه الثانيه من البسبوسه. طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا كده كده بس هبص حاجه رانيا على الفرن عشان انا حاطه بسبوسه كمان في الفرن كده تمام. طب انا هقوم ملاحظه قبل ما نطلع فاصل. بصوا انا حاطه بسبوسه في الفرن، اول ما الاقي الحواف اخذت لون، بصوا الحواف دي بدات تاخد لون، ايوه
هقوم طافية من تحت ومشغلة الشواية. بصوا الحواف عندي احمرت فورا، بطفي من تحت واشغل الشواية وهنطلع فاصل صغير. نرجع من الفاصل عندي القشطة هسيبها بقى تهدى شوية، خلاص هي تمام كده. نرجع بعد الفاصل يكون الوش أخد لون إن شاء الله، ونصب مع بعض الشربات ونشوف العجين ده إزاي لسه هكمله وأفرده في الصينية. شغلة الشواية وطبعا خايف إنه تاخد وش أكتر من اللازم، ففي السريع. طيب نرجع فورا على البسبوسة بتاعتنا، هقوم نازلة هنا في النص، ده طبعا اتبست بس بالسمنة، وحطينا عليها إيه قلنا، حطينا عليها بيكنج باودر مع سميد وبسينا بالسمنة، وبعدين ضفت السكر وأهو الكراميل والزبادي والحليب. ممنوع نعجن كتير، هو يا دوبك بس تقليب لغاية ما الحاجات دي بس تتلم على بعضها فقط لا غير. القشطة بتاعتي بصوا أنا مش بعجن، أنا بس يا دوبك بس بقلبها. طبعا شوية الكراميل ده هيغير لي شوية من لون السميد، فما يطلعش بعد ما تستوي لونه مبيض خالص من النص. برجع بقول عشان دي محشية، اللي مش محشية مش مشكلة، بتكون طبقة رفيعة، دي علشان محشية فبتكون عبارة عن طبقتين من السميد البسبوسة، فاحنا عايزينه ما يطلعش لونه فاتح جدا. طبعا الشربات انا حطيت السكر مع المية على النار، بس مجرد ما يغلي شايفينه انا هبعده عشان بيغلي بقى قوي، هقوم حط عليه ملح الليمون واقوم حط عليه ايه السمنه بتاعتي المعلقه. طيب بس اتاكد ما يكونش في عندي حاجات متكتله، عشان احنا هنا استوديو ساقع، اول ما نزلت بالسمنه اللي كانت سخنه سقعت فورا ومسكت في السميد، لذلك قلنا فورا نشتغل، يعني اول ما نحط السمنه نكون قبليها مجهزين الحشوه وبعدين ننزل فورا بالمواد السائله. شايفين السائل عندي قوامه خفيف شويه، هقوم نازله كده بطبقه من السميد البسبوسه عندي. طبعا انا الجلافز معلش شويه عمال ايه بيلزق عندي سنه، انا هضطر اقلعه وهطلع البسبوسه عندي من الفرن عشان انا واثقه انها خدت لون. لا خلاص، وعندي اهي شوفوا اخدت اللون ازاي من الشوايه على الفرن، لونها بقى تحفه. دي محشيه على فكره، والشربات سخن مولع جدا عمال بيغلي زي ما انتوا كنتوا شايفينه، اهو لسه بيغلي. هقوم فورا نازله عليها بشربات سخن، تمام. طبعا كميه الشربات دي والبسبوسه دي بتعمل لي صينيه كبيره اللي هو 30 او اكتر، او تعمل لي صينيتين، فالشربات كافي ليها بالظبط، تمام. طبعا دلوقتي استناها تشرب الحبه دي عشان مقاس الصينيه، بعدين هقوم تاني نازله بكميه مره تانيه من الشربات. طبعا عندي القشطه اهي، بصوا لما بتتساب شويه وبتسقع شويه بتبدا ايه بتتماسك، فهقوم اخده كميه من القشطه عندي وابدا اعمل ايه، ابدا احطها على وش البسبوسه عندي، تمام. طيب في حد هيقول لي طب وايه حكايه البسبوسه اللي محشيه بالقشطه؟ هنعمل في السريع، هعملها بستايل الكب كيك، عشان انتوا ممكن تعملوا بسبوسه كب كيك، مش ضروري تكون بس البسبوسه صينيه، ممكن نعملها كانها كب كيك. انا عامله صينيه صغيره، الكميه البسبوسه اللي عندي دي بتعمل زي ما قلنا بتعمل لي صينيه كبيره اكتر من 30 سنتي. طيب معلش انا بقى، لا مفيش بقى، بصوا انا هستعمل بايدي علشان معلش الجلافز كان مش مساعدني، هبدا اوزع. ما انا حسيت يا رانيا، كله عارف ان رانيا بتحب الحاجه الحراقه، انت مالكيش في الحلويات صح؟ مش قوي انا عارفه، انت النهارده مالكيش في البسبوسه قوي. طيب بس بسبوسه حراقه دي جديده بصراحه، نعملها بالشطه برايك؟ ممكن ممكن. طيب بصوا طبعا حاولوا طبعا ما تخلوش بس ايه انا شويه الطبقه اللي تحت كانت شويه تخينه، فالمفروض كنا نخليها ارفع سنه او تكون الصينيه بتاعتي اعلى سنه، والصينيه دي صغيره على الاخر. فدلوقتي خلاص انا مليت الوش، وممكن تستني على القشطه تمسك اكتر، يعني انا بشتغل دلوقتي معاكم على الهوا، ما عنديش وقت اني استنى على القشطه لغايه ما تتماسك وتسقع، حطيتها فورا زي ما هي. دلوقتي كده انت ممكن فورا تعملي ايه؟ تقومي مدخلاها الفرن، بس في سر صغير عايزه اقول عليه، اني انا عاده بحب احط شويه شربات على الوش، بس ما عنديش دلوقتي شربات سائع، لو كان عندي شربات سائع انا بحب ادهن وش الصينيه بشويه شربات، ده اللي انا عاملاه في الصواني دول، لذلك اخدوا معي لون حلو. طيب لو عايزه احشيها بالشوكولا اهو عندي بصواني الكب كيك، اقوم حاطه شويه كده من العجينه البسبوسه عندي، تمام. لا لا تمام، انا كده خالصه، هنقطع بس من البسبوسه عندي وحامله هنا شوكولا وهندخلها في الفرن. ده عندي شوكولا قابله للدهن،
هو شكله سعيد بيدور لي على الشربات الساقع، لو لقيته لي سعيد اوكي، لو مفيش خلاص. بصوا شوية شوكولا قابلة للدهن، ممكن بس اقص بالمقصة واسع لنفسي اهو كده تمام اهو، شايفين؟ طيب انا عايزه اقول طبعا القشطه حاولوا ما تخلوش يعني في الصينيه الكبيره ما تخلوش القشطه توصل للاطراف، يعني دايما خلي القشطه في الصينيه تكون في النص. انتوا اذا لاحظتوا انا مخليه كنت القشطه في النص. الشوكولا نفس القصه، بس الشوكولا في الكب كيك لما بتضغطي هي لوحدها هتمد جوه الكب كيك، وده عادي جدا. انا عاملاكم هنا على شكل القلوب، دول نفس ستايل الكب كيك بس عاملاهم بالصينيه دي عشان ما حدش يسال انت ايه اللي عاملاهم دول، عاملاهم بدي. هو ده نفس مبدأ الكب كيك بس على شكل قلوب، يدي ايه شكل شوية ايه ألطف يعني. فكده خلاص بس بدهن الوش دهنة شربات لو عندي. طب اقول لكم انا عندي حل، حتى لو الشربات ده سخن ما احنا ممكن ناخد منه اهو. بصوا بس طبعا صينيتك تكون شوية اكبر من دي، انا بتاعتي دي. يلا حاضر رانيا اهو، ندهن كده وندخل الفرن. هدخلها معاكم، الحق بس اقطع قطعة بس من اللي بالقشطة عشان تبان. يلا اهو دي خلاص تدخل الفرن معايا، على الاقل واحده منهم هندخلها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وهقطع بس معاكم واحده بس من البسبوسه تمام. يلا قطع قطع. يلا حاضر 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 حاضر، خلصت اهو. هي قطعه من دي فقط لا غير عشان تبان معايا. انا عارفه اهو حبيبتي، خلاص هي دي عشان تشوفوا بس القشطة اللي في النص وازاي انها محشية عندي بالقشطة. شايفين اهي باينة معانا؟ خلاص كده خلصنا، ودي بالشوكلت خلصنا. طيب الوصفات طبعا زي ما انتوا عارفين هتلاقوهم على صفحتي كالعادة، ما حدش يقلق. اي حاجة فاتتك من تفصيلة الوصفة هتلاقيها عندي على الصفحة. طبعا ما تنسوش لسه ما خلصناش، لسه احنا مكملين مع بعض. هنطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل وانا هصب على دي شوية شربات كمان عشان تشربها وتسيبيها لغاية ما تهدى وتشرب الشربات وسيبيها تسقع وكلوها صحة وهنا على قلب، يعني ألف صحة على قلب.